هل بفرق الجسم خلينا نحكي بالاستجابة للتمارين الرياضية إذا أنا بلعب الصبح عن الظهر عن بالليل؟ في بتلاقي مثلا شباب بقول لك لا أنا بعرفش إنه أنزل على الجيم إلا بالليل. في ناس بقول لك لا الصبح بكي يكون الجسم بيقدر عنده الميتابوليزم اللي هو الحرق بيكون أحسن وأسرع. في وقت معين يعني بتحسي أنه خلال اليوم الواحد إذا التزم فيه بالجيم ممكن يستفيد أكثر من التمارين؟ لا أنا بالنسبة لي أنا ببقى محتاجة على مدار اليوم مثلا من 45 دقيقة لساعة. هو اجي الصبح اجيب ليه مش يعني بالنسبه لي ما فيهاش مشكله، بس احنا مثلا لو هنيجي بعد الشغل بتاعك فبالتالي ببقى مدي لهم تعليمات ان انت مثلا هتتغدى قبلها بساعه ساعتين. اوكي تمام كده عشان هتتغدى حاجات معينه. مش موزه وقهوه، في ناس يعني بتقول لك خد لك موزه وقهوه قبل الجيم. لا ممكن موزه وقهوه قبل الجيم دي ما فيش مشكله، بس قبل الجيم بنص ساعه مثلا. يعني أوكي. مش هشربه وانا طالع على التريدميل مثلا ماسك كوبايه القهوه قاعده بشرب. ليش؟ لا ما بينفعش اثناء التمرين نقعد نشرب حاجات، لان في احيانا مثلا الناس بتشرب حاجات بيكون فيها سكريات. أوكي. فبالتالي ده لو على السكر في الدم اثناء ما هي بتتمرن هيعمل لها هبوط. اوكي، مع انه في ناس مثلا بيحكي لك انه الكافيين كتير مهم قبليها بنص ساعه، ما فيش ما عنديش مشكله، بالعكس ولو خد كوبايه مثلا قهوه مع موزه ده هيديله باور. لكن الاكل بتاعنا قبل التمرين مثلا بساعه ونص ساعتين ده بيبقى حاجات كلها كارب، مش هياخد حاجه برضو فيها يعني دسم كتير او هاخد حاجه فيها دهون، يعني بتبقى كارب. بس انت هلا حكيتي شيء كثير مهم، انت قلتي انه في ناس بتشرب حاجات فيها سكريات، هي يعني في اشخاص بيقدروا يمارسوا حياتهم الطبيعيه ما يمنعوا حالهم من اكلات معينه ونفس الوقت صحيين بكميات معينه. مش بنقول ان احنا يعني مش هنحرم الشخص من كل حاجه، ما ده مش صحي برضه طبعا. بس مش معنى كده ان انا بلاقي ناس مثلا جايه لي طول ال 24 ساعه او كل يوم عايزه تاكل سكريات. اوكي، مش هاخد مثلا 3 4 فناجيل قهوه باليوم في اليوم كلهم زياده. اوكي، وبنفس الوقت اكيد الا في فحوصات معينه تعمليهم تشوفي اذا طبعا بنعرف اذا كانت هي مثلا او هو ايا كان يعني في عنده مثلا مشاكل في عندها مشاكل في السكر، عندها مشاكل في الضغط، لان ده بيبقى ليه اعتبارات معينه اثناء التمرين. اوكي طبعا. عندها مشاكل في الغده برده، لان ده بيبقى في مشكله في الحرق بتاعها، فعشان ما نقعدش برده نبقى بندي انظمه اكل وهي في التالي مش بتخس مثلا او مش بتزيد ايا كان. يعني وحتى مشاكل القلب مثلا ممكن طبعا تقوي عضلة القلب كمان خلال التمارين. بالظبط، بيبقى يعني في ناس عندها مثلا مشاكل في الظهر في فقرات معينه، كل ده بنسال فيه قبل ما نبتدي اي حاجه عشان ده بيبقى ليه اعتبارات معينه. عشان ما يصير عندهم اي اصابه، وبالعكس تحافظي خلينا نحكي على الموجود ما ينضر، لانه في اشخاص تافهه بيضروا حالهم. يعني حتى بالنسبه للوزن كمان كوتش، يعني كثير اوقات احنا كبنات بنسال حالنا قديش انا بقدر احمل؟ قد ايه مسموح لي احمل؟ الشباب بتلاقي ما شاء الله 50 و60 و70 كيلو، يعني هو طبعا اكيد البنيه الجسديه تاعت الرجل تختلف عن المراه، بس برضو احنا بنشوف مرات سيدات بتحمل اوزان ثقيله. بس البشع بالموضوع هذا انه مرات حتى شكل العضل بيكبر، فبصير جسم الست شبيه بجسم الرجل. فقديش مثلا عشان احنا ما نوصل هاي المرحله، قديش مثلا وزن خلينا نحكي الطبيعي اللي ممكن اي سيده عم بتشوفنا حاليا تقدر هي تحمله بالنسبه للدمبلز مثلا؟ الدمبل هو بيختلف اول حاجه من بنت للثانيه او من متدربه للثانيه، مش كلنا بنشيل زي بعض. عم نشوفك انت عم تتمرني كمان. مش كلنا طبعا بنشيل زي بعض. انا مثلا بتدرب بقالي سنين طويله، فبالتالي انا قادره اشيل اوزان ثقيله شويه. قديش اكثر وزن بتشيل؟ قد ايه؟ لا ممكن في الدمبل مثلا 25 30 عادي. أوكي. ده بالنسبه لحد مثلا لسه مبتدئ ما بتقدرش، هي ممكن طبعًا. اكتر حاجه تشيلها مثلا 2.5، فالموضوع بالنسبه لها انه هي مع الوقت ومع الخبره. مع الوقت اوكي، بس انا لو هننصح مثلا يبقى بيطلع شكل عضل فيها متضايقه من ده. طبعا البنت مش هيطلع لها عضل زي الولد، لان هي ما فيش في جسمها الهرمون اللي عند الولد. فاهمه، مو تستوستيرون بس هيطلع بنسبه، ده طبيعي لان هي عندها عضل في الجسم، فطبيعي هيطلع بنسبه صغيره. هنعالجها ازاي؟ ما اشيلش اوزان ثقيله. بس في ستات بياخدوا هدول الهرمونات عشان يكبروا العضل. طبعا في ناس بتبقى هي بتاخد طبعا هرمون، هي بتبقى عايزه شكل جسمها يترسم بشكل معين. هل انت مع او ضد؟ لا ضد طبعا. ضد، لانه يعني بتحسي بتفقد انوثتها وبيتسبب لها في مشاكل كمان صحيه، هي ربنا خلقها كده فهي تحافظ على ده. طب هي كده كده اوريدي لو حافظت على حته الرياضه بشكل كويس من غير ما اشيل اوزان ثقيله، لو مش عايزه يطلع لي عضل هتعمل شيب كويس. وحتى بالنسبه للرجل هل انت مع فكره الهرمون؟ لا برضو ضد. انا دايما ضد حته فكره الهرمون، ومش محتاج، انت ربنا خلقك كده كده اوريدي يعني الهرمون بتاع الذكوره ده متوفر في جسم الراجل. تمام، فمش محتاج ان انا اخد حاجه عشان يعني اعمل بالك عضلي، ما احنا اوريدي لو شلنا اوزان ثقيله هعمل بالك عضلي. يعني انا الواحد يتعب على حاله بدل ما يدخل اشياء. بالظبط، ما لهاش لازمه ان انا ابقى مستعجله فاخد هرمون فهيضر معاه في حاجات صحيه كتيره جدا. بيصير سلبا عليه اذا وقفت تمرين. طبعا هيضره صحيا كتير، يعني ليه اضرار صحيه حتى بالنسبه للراجل. لا ليه اضرار صحيه كتيره جدا،
فمالهوش لازمه. انت اوريدي لو اتمرنت صح بنظام اكل كويس، ان انت اوريدي مثلا انا عايز اعمل تنشيف او عايز اعمل بلك عضلي، فهو ليه نظام اكل معين. وحتى بالنسبه للمكملات الغذائيه بتعرفي بياخدوهم زي بروتين شيكس وبياخدوا اشياء اه ممكن واي بروتين، ده عادي ده ما فيهوش ضرر يعني، ده ما فيهوش ضرر. لكن انا الهرمون ده حاجه، ممكن يعطي الايفكت تبع الهرمونز لكن ده حاجه والهرمون حاجه تانية خالص. الهرمون لا طبعا مشاكله الصحيه كتيره جدا. لكن الواي بروتين امتى انا بنصح بيه؟ حتى للبنت مثلا لو معايا، لو هي مش بتاخد البروتين بتاعها بعد التمرين من الاكل، اوكي مش بتاكل من الاكل الطبيعي. طبعا الواي بروتين مش بيغني عن الاكل، بس احنا بنقول ان هو بيساعد شويه.